السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. هنكمل مع بعض سلسلة الحلقات اللي احنا بدأناها قبل كده عن مراحل نمو الأطفال في السنة الأولى من العمر، واتكلمنا قبل كده عن الشهور الأولى الثلاثة الأولى من العمر. هنتكلم النهاردة عن الشهر الرابع ومميزات الشهر الرابع. مع بداية الشهر الرابع الطفل وزنه بيصبح في حدود 6 كيلو جرام. طبعا بتختلف من طفل لطفل زي ما اتفقنا قبل كده على حسب وزن الولاده. يبدا الطفل مع حضراتكم يبدا يبقى فيه تفاعل اجتماعي اكتر، يبدا يتفاعل مع الاخرين. لو احنا وقفناه يقدر يسلب طوله، يعرف يسلب راسه بطريقه كويسه. الطفل لو نام على ظهره يقعد بيلعب. لو احنا قعدناه ومسكناه زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو يبدأ يسلب راسه كويس. ده طبعا في فروق فردية ما بين كل طفل والتاني، لكن زي ما حضراتكم شايفين كده الطفل لو نام على بطنه بيبدأ يرفع راسه كويس، يبدأ لو نام على ظهره برضه يعرف يرفع يتقلب من على السرير. طبعا لازم ناخد بالنا كويس منه. لو الطفل نايم على ظهره بنلاحظ ان هو ممكن بيلعب بإيديه، ممكن يحط إيديه في بقه وزي ما انتم شايفين كده. في سمات كتيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين، الضحك، الطفل يبدأ يضحك، يبدأ يتفاعل مع الآخرين، يحط أي حاجة في بقه، بيبقى أكتر تفاعل. مع الشهر الرابع الطفل يقدر يحرك عينيه مع الأشياء المتحركة. لو حاجة لعبة زي ما انتم شايفين قدامه ممكن يبدأ يحرك عينيه، يبدأ المناغاه أو الإغ أو باب أو داد. ده ثلاث حروف يبدأ يقولهم مع بعضهم زي ما انتم شايفين. الحاجة اللي ممكن تحط في البق برضو دي طبعا من مميزات الشهر الرابع او علامات التفاعل الاجتماعي اللي بتزيد عند الاطفال في الشهر الرابع. مع الشهر الرابع نبدأ ندخل بعض الاكلات اللي هي بتساعد الطفل بعد كده يتعوض لبن الام، لان لبن الام يبدأ يقل فيه نسبة الحديد والكالسيوم وفيتامين سي وفيتامين دي. فلازم نبدأ ندي فيتامين دي وفيتامين سي وكالسيوم وحديد ابتداء من الشهر الرابع، مع إدخال بعض الأكلات مع نهاية الشهر الرابع زي السريلاك بالقمح وزي عصير البرتقال وزي شوربة الخضار والبطاطس المهروسة كويس قوي. إن شاء الله هتقابل في حلقة جديدة مع الشهر الخامس، وأنا بشكر حضراتكم جدا وأتمنى المتابعة. أنا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.